أعزائي المشاهدين، صباحكم نور. اللي بيتابعونا على صفحتنا نورسات أو على اللي بيتابعونا على تلفزيون نورسات تليلومير، بنصبح عليكم في هذا النهار المبارك، وبندعو للجميع السلامة والتوفيق في هذا اليوم اللي منتواجد واللي منتقابل واللي منتقابل مع بعض ومنحكي مع بعض هالدردشة الصباحية. معكم أنا باسم السمعان وأبونا جورج شرايحة. اليوم حكينا الأسماء أبونا صباحكم نذكرهم. اليوم بتأخرت يا أبونا، إن شاء الله لعل التأخير خيرا، فبحمد الله على السلامة. وإنت حمد الله على السلامة كمان في غيابك الأسبوعين الماضيين بسبب كورونا، فلازلنا نعاني من كورونا، لازال في ناس كتير حوالينا مصابين، وعلى قول بعض الدكاترة كل اللي بالأردن مصابين، فما بنعرفش نحن في البلاد الثانية الإصابات في كورونا، لكن هي عم تيجي شوية أخف من البداية، وحتى الناس صارت يعني الاهتمام فيها أن تروح تفحص أو تروح تشيك على حالها بطلت، فتقول لك رأسا مرشح كورونا. فديروا بالكم على حالكم، وديروا بالكم أهم شيء على الكبار بالعمر، فنحن دائما منهتم بالكبار بالعمر اللي ما معهم أو ما عندهم مناعة، ممكن الإصابة تكون شديدة عليهم. فالله يسلم الجميع يا رب. أمين. بالحفظ والصون، وربنا هو اللي برعى الجميع. واليوم حلقتنا هي عبارة عن المعاني هاي اللي هي الرعاية والحماية والتسليم والاتكال، فهي بهذه الخصوص. طبعا هذا تكمل العنوان، هذا تكمل لما تحدثنا به عبر الأسابيع الماضية عن موضوع كيف نعيش السلام في القلب، كيف نقدر نعيش سلام في حياتنا اليومية في قلوبنا، كيف نشعر بهذا السلام. وحكينا بالبداية عن الإيمان بسيد المسيح، الإيمان بتعليمه، الإيمان بوصاياه، تحدثنا عن التوبة والاعتراف، يعني على أساس أنه صفاء النفس وصفاء الروح من الخطيئة من خلال سر التوبة والاعتراف. وأيضا الأمر الثالث اللي هي الطاعة، الطاعة في الطاعة والخضوع لوصايا الرب والعمل بها. فلما احنا بنعمل وصايا ربنا اللي اوصانا فيها المحبة والسلام والخدمة ومساعدة الآخرين والعمل الصالح، فكل هذه الأمور تصب أيضا أنه نعيش السلام في حياتنا. اليوم كان في نقاش كبير مع بعض الأشخاص اللي كانوا يناقشونا في خلال الحلقات عن موضوع كيف أنا بقدر كمان موضوع الطاعة وموضوع التسليم والتوكل على الله، بين الطاعة والتسليم أو الاتكال على الله، هل بيمنع الإنسان الاتكال وليس الاتكالية؟ الاتكالية بمعنى الكسل أو عدم العمل، يعني بقول لك إنه خلص مش رح أعمل شيء ولا إشي، هيني قاعد ومش عامل إشي وهيني في البيت وربنا يتوكل فيي ويطعميني ويعلم أولادي إذا بتحكوا لنا إنه اتوكل على الله. مو هذا موضوع الاتكال والتوكل على الله. رح نناقش هذا الموضوع من خلال الأشخاص اللي رح نتواصل معاهم. في عنا أبونا رفائيل شفيكيان اللي هو خوري رعية الأرمن الكاثوليك في الأردن، ولكن هو بين الأردن ولبنان، فرح نحكي معه من لبنان. وأيضا عندنا القس دكتور سائد عواد من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو صديق أيضا لهذا البرنامج. كل اللي منتصل فيهم صاروا أصدقاء للبرنامج. وبعدين أبونا بناخد كمان أيضا منك بالبداية الصلاة، وأيضا ننطلق بالحديث عن موضوع الاتكالية أو التوكل على الله، والفرق بين التوكل والاتكالية. فالمايك معك أبونا. أعزائي المشاهدين، صباحكم نور. نبدأ زي ما تفضلت دكتورتنا، نبلش بالصلاة. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. تحت عنايتك وفي سترك يا والدة الإله احفظينا، فإننا متكلين على ابنك في خلاص نفوسنا، فليس لنا وسيط وشفيع آخر سواه. إلى من نذهب يا رب؟ وكلام الحياة الأبدية عندك. كلنا توكل عليك يا رب، بعنايتك بكل ثقة يا رب، متوكلين عليك أنك أنت الملك السماوي،
تعطينا هذه النعمة، تعطي جميع إخوتنا المشاهدين في العالم، تعطي هذه النعمة يا رب، تنعيش السلام الحقيقي في حياتنا، ونسبح ونقدس اسمك الكلي القداس والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين يا رب. إحنا طبعا منحي ومنصبح على كل الأشخاص اللي متواجدين على صفحتنا نورسات الأردن فيسبوك، فمنقول لجمال سليمان قندح صباحكم نور دايم دوم، وماجد البير اتكال على الخالق وليس على المخلوق، فإنه أصل كل شيء ومالكه، فإن ما عند الناس يفنى وما عند الله باقي، يكفينا رجاء أن الله أبونا ومخلصنا. آمين يا ست ماجدة. ونهلة شكري وأيضا أسمهان حداد وجمال سليمان، يسعد صباحكم وصباحك يا أخي جمال. حنان عمارين عم بيشاهدونا، والأب بطرس جنح صباحك نور أبونا، إن شاء الله نهار مبارك. وجريس العيسى وفايز الهلسة وأنيس الريحاني وبندر خالد وأيضا إبراهيم العلم ونهاد السور وأثير بخيت الربضي وعلاء البدر وخليل الحجة وأيضا جمال سليمان. أخت باسمة إذا اليوم بقرأ خبر اللي اخترع الفايزر وماخد 4 مطاعيم اليوم أصيبه بالكورونا. يا سلام. يعني ما في ما حدا معصوم بس بيكون أخف الأعراض. فسلامتك يا أخ جمال. زياد الكردي وأيضا رافي شفقان الأبونا عم بيشاهدنا، أمل السلمان وإبراهيم قمو وصباحكم. أم عادل النمري صباحك نور، الاتكال على الله في كل شيء ربنا يباركنا. ومروان الصايغ صباحك نور يا أستاذ مروان، وأمل السلمان بولادتك حفظت البتولية في رقادك. طبعا احنا بنحتفل بعيد رقاد العذراء ايضا حسب التقويم الغربي. نعم، فكل عام وانتم بخير. جوني لويس جبرا صباحك نور يا اخ جوني، ويسرى ملخوتة ونزلي نحاس. نحن ذكرنا هدول الأسامي اللي بعض من كل اللي صبحوا علينا. طبعا نحن في استعداد للمزيد من الاتصالات في حال تواصلتم معنا واتصلتم معنا. الشباب راح يحطوا رقم التليفون على الشاشة اللي هو الرقم أرضي، شباب اذكروا. وأيضا عندنا اتصال مبكر اليوم، الاتصال بدناش نتركه على الهواء، لسه ما حكيناش في الموضوع يا أستاذ يا دكتور جلال فاخوري صديق البرنامج، فنحن مصبح عليك يا دكتور صباحك نور. صباح الخير، وصباح الخير لأبونا شرايح. الله يخليك، تسلم، سلامته. اليوم سبقت الكل انت بالاتصال بدل عشان المزيد من الوقت. تفضل دكتور. بالعكس احنا منحب كتير انه العلمانية لما بيحكوا ايضا بيزيدوا من مفاهيم للكهنة عشان يعرفوا الناس ايش بتفكر. صحيح. العلمانيين كيف عم بيفكروا بموضوع الاتكال والتوكل على الله، حتى انهم يشرحوا الامر بالبعد العلماني الانساني. فتفضل دكتور، ماذا تقول بموضوع الاتكال على الله؟ اسمحوا لي اميز بين التوكل والتواكل. نعم. التوكل هو ايمان، هو أن تضع بعد شغلك وجهدك، أن تضع هذا الجهد وهذا العمل بين يدين الله ليقيمه الله ويعطي رأيه فيه. هلو. نعم تفضل دكتور، سامعينك. في حين أن التواكل هو أن تبعد بلا عمل وتطلب من الله أن يعطيك ما يريد. نعم. أو ما تريد أنت. نعم. مثل المريض اللي بده يشفى وما بده يروح على طبيب ولا يتعالج. نعم. هذه واحدة. اثنين، التواكل هو نوع من الإهمال والاستهتار واللامبالاة، في حين أن التوكل هو مرهون بإرادة الله. بمعنى آخر أنه الحرية المعطاة للإنسان مش معطاة سبهلة لهيك يعني فوضى، هي مربوطة بإرادة الله. نعم. ومشيئة الله. إذا خلينا إحنا نميز أول شيء بين التوكل والتواكل. نعم. التواكل هو أن لا تهتم لإرادة الله
يعني لا تهتم للعمل وتتبع إرادة الله. والله يقول إنه اعملوا. نعم. حتى في الإسلام يقول اعملوا فاختيار الله عملكم. نعم. ورسوله والمؤمنون. نعم. كذلك المسيحية يعني. نعم. بدأ عمل بدأ جهد. نعم. كيف تطلب من الله الإيمان والرجاء وأنت لا تعمل؟ نعم. يعني لا يكفي أن تركن على الله. يبدو أن الاتصال انقطع. نعم الاتصال انقطع شباب. الاتصال انقطع. فطبعا الفكرة كانت يعني بين زي ما حكينا الاتكال والتوكل أو الاتكالية. فنحن ما عم نطلب أنك أنت تتوكل على الله وأنك تقعد ما تعمل. بالعكس ربنا عم بيحكي عن انه الاعمال هي اللي بتشهد لحياتك. الاعمال في الخدمة، الاعمال المحبة ايضا هاي اعمال لازم تقوم بها، مش وانت قاعد في البيت ما عم بتشوف ناس. أكيد. ما عم تتعرف على ناس. مش هون معنى التوكل على الله اللي طلبه ربنا. وإحنا حكينا في الإنجيل المقدس أيضا ذكر هذا المثل تبع الوزنات. طبعاً. إنه ربنا أعطى وزنات اللي قعد قال له أنت اطلع من هون، أنت مش من خاصتي، اللي دفنهم. لكن اللي زادوا معاه للضعف وضعفين وثلاث أضعاف اللي ربنا بارك عملهم طبعا. فرح طبعا من خلال الأبائنا الكهنة رح نشرح كمان هذا الموضوع أكتر وأكتر طبعا. بس حبينا يعني بعض الأخبار نورسات اللي غطتها خلال الأسبوع الماضي. فعنا الأب الجديد المرسوم جديدا اللي هو أبونا ينال العوابدة، ترأس قداس وتعين في كنيسة الرقاد السيدة العذراء للروم الملكين الكاثوليك بالمفرق، و بمعاونة الشماس خليل إحجازين. فمبروك الرسامة مرة تانية، ومبروك يا أبونا ينال القداس في رعيتك الجديدة في المفرق. ربنا يعطيك الصحة والقوة في الاستمرار بخدمة النفوس. وأيضا تم افتتاح حديقة المحبة في بلدية السلط بدعم من كاريتاس الأردن. الله يبارك كاريتاس اللي بتضلها تخدم المجتمع. طبعا الخدمة المادية للمحتاجين، وأيضا خدمة مجتمعية تقوم بها كاريتاس في المناطق المتواجد فيها مسيحيين أو مسلمين. نحن بالأردن يعني ما بنفرق في الخدمة. وأيضا في هناك القداس الاحتفالي اللي صار أمس بمناسبة إبراز النذور الدائم للأخت رند حمارنة، وإبراز النذور الأولى للأختين بتول فخوري ونجلين البنا. واحتفل بالقداس البطريرك بيير باتيستا بتسابيلا بطريرك القدس اللاتين من كنيسة دير بيت الزيارة في دابوغ. وكان الاحتفال رائع، ونتمنى ونقول ألف مبروك لرند وللصبايا البتول ونجلين الرسامة والنذور الأولى. ربنا يكمل رسالتكم بكل وخدمة النفوس بمحبة وسلام. طبعا الخبر المحزن والمؤلم اللي كان الأسبوع الماضي أيضا بضحايا الكنيسة المصرية اللي ذهب فيها عدد كبير وخاصة من الأطفال، يعني شيء مؤلم اللي صار يعني بسبب خطأ. يعني الحمد لله انه فيش اعمال ارهابيه او نعم شيء، بس انه الاخطاء الماديه تحصل، ولكن ما تكون الاخطاء الماديه تكون بسبب الاهمال او بسبب عدم الوعي. يعني عم نقول الخطا البشري لما يكون في مثلا شيء بده يتصلح، خطر كهرباء، تماس كهربائي وهيك، يعني دائما يعني في كتير مشاكل وكتير حوادث صارت في الآونة الأخيرة، مثل عندنا في العقبة بميناء العقبة في بلبنان، كلها عزوها لأنها أخطاء بشرية في الإهمال والتسيب وعدم الانتباه على أمور لازم يكون الصيانة، لازم تكون
التجديد، الانتباه على هذه الأمور الخطرة. أحيانا نحن نتجاهل هذه الإشارات، ولما بتوقع المصيبة بنصير بعدين أن نصلح ونرقع، لكن بتروح نفوس أبرياء. يعني هدول أطفال مدرسة بمدرسة وبحضانة أبونا ماتوا من اختناق. ما يعني فيش طفايات، ما فيش أدوات السلام العامي. ما يعني اليوم على البي بي سي بسمع أنه تفتقر لجميع أنواع وسائل الأمان والسلامة، يعني وصلت الأجهزة ووصل هذا كان الدفاع يعني نعم، والإطفائية كان أوريدي رايحين الأطفال. فيعني إحنا المسؤولين عن هذه الأمور، وكل شخص مسؤول على رعيته، كنيسته، مؤسسته، شركته، ينتبه لهذه الأمور، ينتبه للتوصيلات الكهربائية. ما رح أحكي عن أشياء يعني زيادة عن الموضوع، أكيد أخذ بعد آخر وأخذ انتباه آخر من عدة جهات رسمية. مش رح نحن نيجي منحكي بهاي الأمور أبونا، لكن نحن نتمنى لهم الرحمة والعزاء لأهليهم، لأنه الله يصبر الأمهات ويصبر الأهالي على المأساة. جلالة الملك قدم التعازي كمان. نعم. جلالة سيدنا الملك عبد الله. نعم، باب الأقباط كمان. إحنا منعزي كمان أبونا أنطونيوس حنا راعي كنيسة الروم الأقباط للروم الأرثوذكس. الأرثوذكس بدون الروم. فمنعزي ربنا يتفقدنا برحمته يعني. آمين يا سيدي. آمين. طبعا في كمان ايضا كان القداس الاحتفال بعيد انتقال السيد العذراء من كنيسه اللاتين. نحن بنغطي ايضا الكنائس، احتفالات بالكنائس اللي تحت اسم رقاد العذراء او انتقال السيد العذراء. فكان في بكنيسه السلط وزياره رعويه اولى لسياده المطران جمال الدعيبس. فايضا هناك رسامه شماس الدقم، شماس رسائلي في كنيسة الروم الكاثوليك. فمنقول الله يبارك هالخدمة ويبارك الرسالة اللي أعطيت لهم. وطبعا بتتابعوا كل أخبارنا على صفحتنا على فيسبوك الأردن شماس بولس الدقم. بولس الدقم نعم، من أجمل الأصوات المرتلين عندنا بالكنيسة ودعوات نعم. متقدمة يعني. طبعا هناك القداديس المعتادة بيوم الأحد، تم الصلاة ونقلها أيضا عبر صفحتنا. تقدروا تتابعوها وتتابعوا المقالات اللي نحن بننشرها أيضا عبر موقعنا nursajo.org. كمان بدهم التفاصيل بالنشرة طبعا، والتفاصيل الأخرى بالنشرة. أي ساعة النشرة دكتور؟ الجمعة 8 الساعة 7:30. نعم، تعاد يوم السبت والأحد، وعلى نور الشباب أيضا تعاد هاي بالعربي. نعم، وايضا عندنا نشرتنا باللغة الانجليزية ايضا يوم السبت بتكون على ما شاء الله خليت نحل ونورسات الانجليش في نورسات طبعا بالانجليزي للمغتربين اللي يتحدثون اللغة الانجليزية. توكلنا على الله. طبعا ابونا على الاتكال، وانت لما كنا نناقش الموضوع انا وياك الاسبوع الماضي، انه الانسان المتوكل على الله ربنا بقول تمثله بالاطفال، وأجمل ما يميز الطفل هو أنه هو اتكالي ومتوكل دائما على مسلم، يعني مسلم أمره للأكبر منه لأهله. يعني التسليم هو الاتكال، معنى التسليم أنه مسلم أمره من ناحية أكله شربه مدرسته رسوم مدرسته، ما عنده هم ولا مهكلان هم، متوكل ومسلم أمره لأهله. فموضوع التوكل، وربنا قال إن لم تعودوا كالأطفال، طبعا بيختلف المفهوم إن مرحلة الطفولة لمرحلة النضوج، وبصير موضوع الاتكال على الله بمفهوم آخر. طبعا مش مسلم إنه أجار بيتي ولا معيشتي ولا أكلي وشربي إنه ربنا ببعت لي إياهم كل يوم بحط لي بؤجي على باب البيت، مش هذا المعنى. بس الاتكال أو التسليم روحك لربنا، إنه هو اللي بيعرف إيش أنت بتحتاج وهو اللي بيعتني فيك. فلما تسلم أمرك، لما بتعمل هذا العمل وبتقول أنا مسلم أمري لإلك يا رب، أنا عملت قمت بهذا العمل، أعطيني هذه البركة، أعطيني هذه النعمة. فلما بتسلم أعمالك لربنا وهو اللي يمشي فيها، تسلم مشاكلك لربنا، تسلم خطاياك لربنا وترجع لربنا بكل أمر أنت بتقوم فيه، هون معناته الاتكال وتنال النعمة.
تفضل أبونا في عندك. نعم. لا بحب أحكي اليوم 16 شهر اليوم عيد ملك المجر اللي دخل المسيحية ودخل المسيحية لكل شعبه ومباركهم ودخلوا بسببه. اختارت الكنيسة اليوم بالطقس اللاتيني الإنجيل اللي حضرتك عم تحكي عنه، فسبحان الله يعني مش مصادفة إنه حضرتك بتحكي عن هذا الإنجيل، واليوم قرأنا هذا الإنجيل لما جاب طفلا ووقفوا يسوع في وسطهم قال إن لم يكن مثل لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. فعلا هي بسبقها الاتكال على الله، بسبقه الثقة، والثقة هاي بتتكون دكتورة من خلال الهستري، علاقتك مع ربنا طوال يعني كل ما بكبر الواحد بنضج روحيا، كل ما بصير في عنده خبرات مع ربنا. تتذكر لما ابنك سخن لما كان قال لي شفناهم هايهم شباب وتجوز أولادك يخلي لك إياهم ويحفظ، في هاي الخبرات كلياتها تعمل ثقة بربنا إنه بأصعب المواقف اللي مرقت على الإنسان ما تركنا ربنا. بينما الإنسان اللي مش مؤمن بربنا وعاش حياته بالطول والعرض ما صعب يتوكل على الله بس يكبر، لأنه ما في ثقة في ربنا أصلا، لأنه هو إنسان خواف ما عنده السلام، لأنه زي ما تفضلت حضرتك وحكينا بالحلقة الماضية السلام الداخلي في أشياء بتتساعده على من بينهن هاي الاتكال على الله. لما يسوع حكى لهم إيمان هذا الطفل هي معتمد على الثقة. ليش أطفالنا بثقوا فينا؟ لأنه هم عارفين بخبرتهم أنه لو وقعت البابا بدي يحملني، لو بدي المدرسة البابا بوديني، لما بنطلوني انثقب أواعية بهدل الماما راح تهتم بنظافة شخص. هاي بيكونها الطفل من 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 الأشهر الأولى لما بيشوف. نعم. إنه لما بيجوع وبيبكي بتحضنه بترضعه. نعم. بالطعمين، لأنه الأهل بيعرفوا إيش بيحتاج هذا الطفل واحتياجاته، فعشان هيك الثقة الطفل بأهله إنه هم عارفين أنا شو بدي من دون ما أحكي، فهذه كمان اللي بنربطها. نعم. إنه ربنا يعلم ما تريدونه أو ما بتطلبوا، بعرف كل إشي بتحتاجوه 100%. هي النقطتين أساسية إذا عملنا مقاربة ما بين الإيمان كيف يخص الإنسان، بالإيمان ولا بالأعمال، الاتكال على الله ولا الاتكال على البشر. هلأ الناس بيفكروا أنه القديس يعقوب ركز على الأعمال أكثر من الإيمان، وفي ناس بيفكروا أنه القديس بولس حكى أنه الإنسان ما بخلص إلا بالإيمان. مزبوط حكى القديس بولس الإنسان ما بخلص إلا بالإيمان، ولكن بيعرف الإيمان القديس بولس في مكان آخر بحكي هو إضافة الغرباء، هو استقبال الضيوف، تعزية الناس. نعم. المحتاج. هاي نعم. إذن أصبح بدك تبلش بالإيمان بيسوع المسيح، ولكنه بطبيعة الحال تلقائيا رح ينتج عنه أعمال. يعني الاتكال على الله إذن كمان بطبيعة حسب الإدارة وحسب الشغل وحسب المفاهيم الإدارية بدي أتكل على موظفين أقل مني مشان يتم العمل. مديرة مكتب نورسات بدها تطلع تقدم حلقة، بدها مصورين، بدها مونتاج، بدها الحلقة تطلع، إذن بدها تتكل على ناس أقل منها. إذن اتكالنا على بعضنا البعض بيكون هذا التيم، الفريق العمل مع بعضنا البعض. زي هيك بالإيمان بيسوع، يعني إحنا بنقدم أعمالنا وبنشتغل بنقدمها لربنا تيباركها ويزيدها، بس بنفس الوقت صلي لله ولكن تمكن حتى تصل الشاطئ، جدف بال شو بسموهم الخشبات المجاديف. نعم. هاي. نعم. وكأنك لن تصل إلا بساعديك. نعم. وصلي لله كأنك لن تصل الشاطئ الآخر إلا بصلاتك. نعم. يعني ذراعين جناحين. نعم. يعني بدي أتكل على الله، وبالتالي كمان بدي يكون في اتكال على ناس حوالي، حتى الطفل اللي حكينا عنه بمثالنا كمان بدي أتكل عليه بشغلات، جيب لي كاسة مي ودي لي شغلها، كمان أنمي فيه إنه هو بيقدم إشي، كمان هو مش عالي على البيت اللي هو فيه كمان. نعم. نعم أبونا في كتير طعبين الاتصال، يكون جاهز شباب حضروا الاتصالات. الاتكال على الله أحيانا إحنا ما منسلم لأنه عدم الثقة أنه ربنا رح يكون معنا. صحيح. بهاي المعاني مثلا الواحد مثلا المحاسب يقول له أنه خلي عنك، بقول لك يا ربنا بقول لك للإنسان أنا رح أشيل عنك، يعني أعطيني أنه شغلك أنت المتضايق منه كذا حملني يا، بقول لك لا يا رب أنت شو خفيف. فهمك بال... أنت شو فهمك بالمحاسبة بالزبط. أنت يا رب شو فهمك هلا بالبناء، يعني تقعد تحط طوب وكذا وهيك، خلي عنك أنا رح أشيل لحالي هذا الإشي. بقول له ربنا شيل لحالك أشوفك وبعدين أشوفك كيف بدك تشيل، ربنا بعرف كل إشي يعمل كل إشي. فإذا أنت بتسلمه عملك اللي بتقوم فيه وبتثق فيه إنه رح يكون معك بهذا العمل، عملك رح ينجح وربنا رح يباركه، فأنت توكل عليه وما تقول له أنت شيل هذا الجزء وأنا خلي لي هذا الجزء أنا بحمله، وبعدين لما يتقل حملك ويصير حملك ثقيل
ومش قادر، ما بتتجه لربنا، بتصير انت تطلب مساعدة الناس، والناس احيانا تخذلك، الناس احيانا ما بتكون واقفة معك. نعم صحيح. لكن لما بترجع بترمي حملك، لانه هو قال لك ربنا، قال لك تعالوا الي يا مثقلي الاحمال، تعالوا الي يا متعبين وثقيلي لي احمال، وانا بشيل عنكم وانا بساعدكم. بس احيانا احنا ما بنثق بربنا، بنترك ونشيل لحالنا. فعشان هيك احنا كان انه الاتكال على الله من ناس، نعم نحن احيانا بنطلب مساعدة الاخرين بنطلب، لكن دائما المساعد الاكبر اللي هم بنكون طالبين من قبل، ربنا بيطرح قدامنا اشخاص تساعدنا. ليش؟ لانه نحن طلبنا مساعدة من ربنا انه يشيل عنا ويحمل عنا هذه الاثقال. فممكن ربنا يسخر اشخاص قدامنا يشيلوا عنا، مثل مثلا بالعشاء الأخير. طبعا أنا دائما بقول إنه أي حدث بيصير بحياتنا اليومية، بتشوف ناس، ما فيش إشي اسمه صدفة، لا، هذا بيكون ترتيب إلهي. إحنا يعني الإنسان متكل على الله دائما بيعتبر إنه أي شخص بيصادفه بحياته بيوميته بطريقه بعمله، بتقول انه ربنا بعت هذا الشخص، هو ترتيب الهي في أكيد. رسالة من هذا الشخص، يا بيعلمني يا بتعلم منه، يا بعمل له خدمة يا بياخد منه خدمة. فالمثل اللي كنت اجيبه اللي هو مثل العشاء الاخير، نعم، كل التلاميذ يسوع كانوا من الجليل، لما نزل على اورشليم هن مش من المدينة، ما بيعرفوا بالمدينة حدا، ما عندهم بيت ما عندهم كذا، فقال بده يروح على الأورشليم ويحضروا عشاء للمعلم. طب ما بنعرف مين حدا وكذا وهيك، وين يا معلم؟ احنا ما بنعرف نرتب شيء معك. فقالهم بتنزلوا وبتشوفوا واحد حامل جرة. ربنا بيعرف، يعني بيصادف الإنسان، بيخلي هذا ترتيب إلهي، لأنه الله بيعرف المستقبل. طبعاً. فبقول له أنتوا لما بتنزلوا راح تشوفوا واحد حامل جرة. نعم. والسمكة. الحقوا وقلوا له المعلم بده يتعشى. والسمك اللي دفعوا منها الجزية لقيصر. نعم. قال له بتذهب بتصيد سمكة. بتصيد سمكة. يعني بيعرف، بيعلم. فعشان هيك يعني نحكي انه كل صدفة، ما في اشي اسمه صدفة. ما في اشي انه اوف. ما في صدفة بالمسيحية. صدف هي مش صدفة، هي ترتيب الهي تتعلم منه ويعلمك. اكيد. فبناش نطول على اتصال ابونا رفائيل شفيكان من لبنان، وهو ايضا كاهن رعية الارمن الكاثوليك في الاردن. صباحك نور ابونا. سلام المسيح، صباحكم نور دكتورة باسمة وابونا شريحة. الله يسعدك. الله ابونا، كيف أبونا. الامور كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير بلبنان. تعرفي الوضع مأزم. الوضع نعم. نتكل على الله ونتكل على حالنا، وهذا موضوعنا اليوم يا ابونا، الاتكال على الله في الأمور اللي يعجز عنها الإنسان إنه يقوم فيها. أكيد 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 دكتورة. ماذا تقول بهذا الموضوع يا أبونا، موضوع الاتكال؟ وإحنا حكينا في البداية الاتكال والتوكل اللي هو الاتكالية، فكيف هو مفهوم، أو كيف نتكل على الله في أعمالنا، وشو هو هذا المفهوم بالنسبة لإلك أبونا؟ هذا الموضوع انطرح اخر سنتين او ثلاث سنين اكثر من قبل، كونه اذا تاملنا باخر سنتين او ثلاثه ما حدث اليوم، ونرى من حولنا كمان الحروب اللي عم تندلع بعده بلدان، الوباء العالمي اللي واجهتها الانسانيه، وعده حوادث اخرى حدثت، جعل الانسان خاصه المؤمن انه يسال ليه هالشغله عم بتصير. وما بننسى كمان هالوقت توغلت بعض الأطراف أو الحركات الملحدة المناهضة للمسيحية والأديان السماوية، استغلت الوضع وعملت على تشكيك المؤمن بإيمانه بمعتقداته وأيضا بقاداته الروحيين. الموضوع مثل ما تفضلتي دكتورة وتفضل الأبونا، أنه الاتكال أو التواكل. الاتكال يعني أنه أنا بتكل على الله أو على الإنسان في شيء معين بحياتي بدي إياه، ولكن أنا بدوري بشتغل وبفعل حتى يتحقق ما أريد. العكس هو التواكل، بمعنى الكسل. أنا بطلب من الله المساعدة أو بطلب من الناس المساعدة، لكن أنا ما بحاول أنه اشتغل أو أعمل حتى حقق ما أريد. على المؤمن أن يتكل على الإنسان في بعض الأمور الدنيوية،
مثلا اذا انا فيني اتكل على الطبيب بان يشفيني وقت امرض، لكن بنفس الوقت بصلي لله انه يشفيني، بنفس الوقت اسمع ونفذ نصيحة الطبيب. وكذلك الامر وقت يكون عندي قضية معينة، انا بروح للانسان المختص اي المحامي حتى يرشدني وينصحني ويدافع عن حقوقي، لكن بنفس الوقت بصلي لله بان يحقق لي العدالة. الاتكال على الآخر، على الإنسان الآخر، يجب أن يكون على المستوى علاقة مع شخص مسؤول محترف أو مختص إذا عم نحكي عن أشياء دنيوية. لكن هناك أشياء في الحياة بفوق القدرة قدرة الإنسان على أنه يحققها، مهما كان خبير مختص أو محترف. بالتالي المؤمن يجب أن يتكل على الله، على يجب عليه أن يصلي، ولكن يجب أن يتكل أيضا بأن هناك أمور هو عاجز عن تنفيذه لوحده. بالتالي نحن بس نشوف الكتاب المقدس بعهد القديم أو عهد الجديد مليء بالأمثلة. إذا بلشنا بعهد القديم مثلا، نوح اتكل على الله في بناء السفينة، طلب منه الرب يبني السفينة واتكل على كلمة الله، لكن هو فعل بإيديه، هو اشتغل بإيديه. موسى نفس الشيء، اتكل على الله وواجه الفرعون. الفرعون كان آنذاك أقوى قوة وسلطان أرضي بأيامه، لم يتكل على بني إسرائيل لتحقيق تحريرهم من العبودية بس، لكن اتكل على كلمة الله، لكن هو افتعل بإيده، هو اشتغل بإيديه. نعم. سفر الأمثال، سفر الحكمة، المزامير، كلهم مليئة، كلها تتحدث عن التوكل. نعم نعم، كلها مليئة بالحكم. كيف على المؤمن أن يتكل على الله وليس على الإنسان؟ نحن منشوف الرسل كانوا خايفين بعد صلب المسيح ودفنه، لكن وقت شافوه بالقيام وبالمجد اتكلوا على كلمته، واليوم أصبحوا مبشري كل الأمم. منشوف كمان القديسين الأوائل أو القديسين المعاصرين لألنا، اتكلوا على الله بكل حياتهم، أعطوا حياتهم كاملة لله بأن يحققوا مشيئة الله، لكن بدورهم هن عملوا واجتهدوا لتحقيق مشيئة الله في ذاتهم في كيانهم. وكيف ما بننسى والدة الرب العذراء مريم، نحن نعرف أنه اجى الملك جبريل يبشرها، خافت وتساءلت. نعم. والخوف والتساؤل مهم كثير عند الإنسان المؤمن، حتى الشك مهم، لأنه يجعل الإنسان أنه يفكر ويصلي ويتأمل، بيتوغل بإيمانه، بصير يتقرب لله أكثر. نحن مش المسيحية خاصة، مش الدينة أنه نحن مثل الخراف أو مثل الأعمى بنمشي ونسمع ومنطبق، لا، نحن بنتقدم نتوغل ونترقى أنه نتوصل نكون قديسين بالسماء. بالنهاية والدة الرب العذراء مريم بفعل إيمانها جاوبت للملك جبريل وقالت أنا أمة الرب فليكن لي كما يشاء. واليوم نحن كلنا بنعرف انه العذراء مش بس هي والدة الرب، هي والدة جميع المؤمنين، والدة جميع المسيحيين من الكنيسة. نعم. هيدي تدخلي انا لليوم. اذا في اشياء كمان فينا نتباحث او نتحدث عنه. نعم. انا بشكرك ابونا على هذا التوضيح اللي اعطيت فيه فرصة انه توعي المؤمن على موضوع التوكل والاتكال على الله، أو الفرق بين الاتكال والاتكالية، إنه أو التواكل، إنه في فرق، إنه ربنا ما طلب منا إنه نقعد ونقول له أنت اتصرف، لا، مش من هذا هذا بضله زي ما أنت تفضلت إنه بصير الكسل والخنوع. فأنا بشكرك على تواجدك معنا وعلى هذا الاتصال أبونا والزيادة. ومتى نراك في عمان أبونا؟ إمتى جاي؟ بإذن الله بنتكل على الله، بنقول قريبا قريبا. إن شاء الله قريبا يا أبونا، وصلواتك معنا أبونا، وشكرا لإلك. دائما دائما أنا بتابعكم وبشكر الرب، الله يلهمكم تضلوا بهالنشاط بهالجهد، لأنه في بعض الأشخاص يمكن هن ما بيقدروا يوصلوا حتى يسمعوا كلمة الكاهن، حتى يسمعوا كلمة المرشد الروحي. نعم. لكن أنتوا عم بتفوتوا على كل بيت، نفس الوقت عم بتفوتوا بكل قلب وبكل فكر، عم بتنوروهم، هيك هن يمكن يصيروا يتكلوا عليكم كمان ويرجعوا للصلاة يتكلوا على الله أكثر. أمين. أمين يا رب. بشكرك أبونا، شكرا لإلك أبونا، شكرا. نهاركم سعيد. أنت أسعد. تسلم يا رب. صباحك نور.
طبعا أبونا رفائيل نحن بنشكره وبنشكر كلمته وخبرته وخدمته وحكمته أيضا في بإيمانه. طبعا هو ذكر موضوع أنه الاتكال على الله والثقة فيه، بمعنى أنه الثقة في مثل ما مريم العذراء وثقت بالرب يسوع، وثقت بربنا لما أعطاها يسوع، وأيضا الإنسان المتوكل على الله اللي بيتكل عليه دايما بيكون عايش بحالة النعمة ومخلص نفسه وعايش في الملكوت، كان على الأرض لا يكسب. أمين. السنة في أبونا في أحد الوعظات يعني أنا اللي بذكرها من فترة ودائما بعمل فيها يعني أنا كباسمة، إنه في اعتبارات معينة بمشي فيها الإنسان تا يتعلم كيف يتكل على الله. إنك تتكل على الله هذه يعني مثل عمل أنت أو مثل ما تقول مهارة، مهارة أو سلوك لازم تتعلمه، إذا ما تعلمته وما عرفته ما بتقدر تنفذه. يعني إنسان يقول طب كيف بدي أتكل على الله، يعني كيف بدي أتعلم أنا أتكل على الله؟ فبتتكل على الله أنت لما بتعرف أنه كل فرصة، اعتبر أنه كل فرصة كل شخص بتصادفه هو مش صدفة، اعتبر أنه كل شخص أو صار شيء حدث معين قدامك من شخص معين هذه مش صدفة، هذا عمل إلهي مرتبه ربنا تتعلم منه أو أنت تعلمه أو تعمل له خدمة أو يعني بيكون في له هدف هذا الشخص اللي أنت قابلته، هذا المقابلة مش صدفة. تاني شغلة تعتبر أنه كل مشكلة إلها دور في خلاصك، أنت حتى أحيانا كتير بتعتبر أنه في مشاكل وتحديات وأصط الولد مش قادر أنفذه، أجار البيت مش قادر أني أدفعه، هاي المشاكل إلها دور في خلاصك، اعتبر كل مشكلة إلها دور في خلاصك، اتكل على ربنا واشتغل عملك، ولما بتحط مشاكلك أمام الله وربنا، ربنا بلاقي لك الحل من خلال حكينا الأشخاص اللي بيرتبهم ربنا قدامك عشان يساعدوك. فاعتبر كل مشكلة إلها دور في خلاصك، لأنه كل الأشياء شو كان بالإنجيل المقدس، كل الأشياء تعمل لخلاصك، وعند كثرة همومي في داخلي تعزيتها تلدد نفسي. يعني هذه كمان آية جميلة كتير، يعني هيك حكى له يعني القديس بولس، نعم. حكى له رب تكفيك نعمتي، تكفيك يعني نصاح من الشوكة والجسد، نعم. مجروح، تعتبر كل وقت فاضي دعوة للحوار مع الله. في كتير أحيانا احنا بنقعد فاضيين مش عاملين ولا إشي، بتكون دعوة ربنا بده يتحاور معك، بده يحكي معك، خلالك هذا الوقت الفاضي، مثلا موعد راح منك، كان في شيء انت بدك تعمله خلال ساعة عملته بنص ساعة وضل عندك نص ساعة فراغ، ربنا حط هذا الفراغ علشان بده يحكي معك وانت طبعا بتطنشه. لما بتلاقي حالك بوقت فاضي وفراغ وبتمل ومش عارف شو بدك تعمل، احنا الحلقة الماضية كنا عم نحكي انه دائما لاقي الوقت عشان تحكي مع ربنا، عشان تصلي، عشان تقرأ بالكتاب المقدس، عشان تقرأ مزامير مثلا تعطيك هالسلام الداخلي. فتعتبر كل وقت فاضي او فراغ بتعيشه بحياتك انه هذا الوقت ربنا حطه عشان بده يحكي معك، عشان بده يتكلم معك من خلال كتاب المقدس، من كتاب الاستماع. صلي بينك وبين حالك، اسمع ربنا، عيش بهذا الهدوء واسمع ربنا. الاعتبار الرابع، اعتبر كل فشل كل هزيمة درس هام في التواضع والحكمة. أي فشل بتصادفه، أي خطيئة بتوقع فيها، أي هزيمة، أي أمر ما مشي زي ما أنت بدك، اعتبره أنه هذا درس هام بيعطيك التواضع. تواضع يا أخي، انت كنت عم تطلب اشي وما زبط، انت تواضع وشو الحكمة منه، افهم الحكمة من وراء هذا الفشل، ما تخليك انك انت تيأس وتمشي مثلا ممشى بطال مثلا، او انك تروح للرذيلة وتروح للشرب وتروح للأمور الاخرى اللي بتبعدك اكتر من الله. اي فشل خليه قربك من الله، واعتبر انه هذا الفشل بيعطيك
التواضع والحكمة. والاعتبار الخامس، كل خطيئة فرصة للتمتع بحضن الله، مثل مثل الولد الشاطر، مثل الابن الشاطر. كيف الابن الشاطر وقع بالخطيئة أو الرذيلة وكذا وهيك، وقال إنه أرجع لأبي. ولما شافه من بعيد عيونه دمعت وتطلع وفتح يديه وركض عنده لأبوه وقبل وحضنه وقبل عنقه. فاعتبر إنه كل خطيئة أنت بتدخل فيها أو بتعملها بترجع لربنا، بتستمتع بحضن الآب. فكل خطيئة بتعملها اعتبرها فرصة للتمتع بحضن الآب. اعتبار السادس، اتفضل الدكتور سائد عواد. القس سائد عواد، صباحك نور، ان شاء الله ما تأخرنا عليك يا دكتور. عبين ما الشباب جهزوا الاتصال كنا نحكي على موضوع الاتكال. صباحك نور قسيسنا. يسعد صباحك ابونا، سهرناكم بالليل يعني، هلا ليل عندكم. نعم، امريكا الاتصال. ما في شيء ازعاج اطلاقا يعني. شو بتخبرنا ابونا؟ تمام، نشكر ربنا، امورنا منيحه، وشوب عندنا شوي. كيف الطقس عندكم؟ واحنا نفس الشيء. الصيف، احنا في موسم الصيف، يعني شويه براد الايامات هذه خاصه بالليل. قسيس، من اي ولايه حضرتك مقيم؟ وين مقيم؟ انا في كاليفورنيا في منطقه سان فرانسيسكو. تمام تمام، شو بتوجه رساله قسيسنا عن هذا موضوعنا اليوم؟ انت كنت معنا بتتابعنا عن الاتكال على الله وعلى الناس. اتكال على الله موضوع جميل جدا. في آية في الكتاب المقدس في سفر أمثال بالعهد القديم تذكر، بقول توكل على الرب في كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. لو بدنا نتأمل في هاي الآية، هي مثل الجي بي اس، يعني مثل خارطة اللي احنا بنحطها على التلفون حتى نوصل لهدف معين. يعني بالأردن بدك تروح من مكان لمكان، بتحط العنوان اللي رايح عليه اكيد بعثة بتوديك على المكان اللي انت راح تروح عليه. هلا هون انت متكل على هذا الجهاز حتى يوصلك للهدف اللي انت رايح له. حتى لو انت كنت عارف الطريق وعارف انت وين رايح وحافظ الطريق انك توصل لهاي المنطقة، ولكن بنلتجئ لهذا الجهاز لهدف واحد. الهدف هو انه اذا كان هناك في حادث سير، الشارع اللي رايح عليه انا في ازمة او انه مغلق، بيوجهني على شوارع تانية حتى أوصل للهدف في الوقت المحدد. هذا هو الجي بي اس، يعني بيسموه Global Positioning System. كيف؟ لو جبنا احنا كلمة الجلوبو حطينا God Positioning System، هو اعتمادنا على الله. كيف؟ حتى لو كنت انت عارف من خبرتك ومن علمك ومن ثقافتك ومن اختباراتك، عارف انه هاي الطريق عارفها وحفظها على الغيب، مع الرغم احنا بنستعمل الجي بي اس ليه؟ حتى يوجهنا. والاتكال على الله هو بنفس الفكر، انه نحن لما بنلتجئ للرب في دراسة الكلمة، بنجلس الجلسات الصباحية المسائية معه في الكلمة، ندرس الكلمة، نتعلم منه، بصير عندنا عملية تحديث معلومات. يعني حتى الجي بي اس نفسه بيكون متصل في الأقمار الصناعية، وتحديثه بيكون في كل ثانية. حتى لو كان الطريق مغلق بوجهك طريق ثاني في نفس اللحظة. والروح القدس في حياتنا متصل دائما فينا مع السماء، هو دائما بيحدثنا وبيعطينا الإحداثيات في أول بأول لما بنكون نحن بشركة متصلة معه. جميل. فمهم جدا إحنا لما بندرس الكلمة
احنا بكون عندنا عمليه ايه هي السوفت وير، عمليه التحديث. الروح القدس بيقول يسوع المسيح حكالنا هذا، اعطانا يا وعد، قال انا لا اترككم يتامى، ارسل لكم الروح القدس هو يعلمكم ويرشدكم في كل شيء. فعمليه الارشاد هي عمليه توجيه، اتكال على الله، ما نعتمد على على فكرنا فقط، نعتمد دائما على الله في الطريق اللي بياخذنا عليها بوجهنا عليها دائما. هذا شيء مهم جدا، اتكال على الناس. هاي نقطه عشان نفهمها بالطريقه الصحيحه. بذكر الكتاب المقدس بيقول ملعون الانسان الذي يجعل اتكاله على يد البشر. طيب كيف انا ملعون الانسان يتكل على البشر؟ طبعا انا بحاجه لدكتور، بحاجه لدكتور يعمل لي عمليه، بحاجه لميكانيكي يصلح لي سيارتي. طب انا متكل على الناس في حاله زي هيك. ولكن هون الفكر وين؟ الفكر الكتابي في هذا الموضوع بيقول انك لما احنا نتكل على ربنا، ربنا بيرسلنا الاشخاص اللي هو مرسل مرسلين من عنده حتى تكون البركه كامله متكامله. في قصه بسيطه احكي لك اياها كيف تعرفت على ابونا جورج. كنت في الاردن، كنت مرسل على منطقه العراق وسوريا في وقت حرب داعش. وانا نازل على دوله من هالدول في الاردن، كانت الدنيا ثلج. قبل ما نوصل على الحدود كان الشاب معي بالسياره، شعرت في داخلي رهبه اني ما ادخلش، ما اسافرش على البلد الثاني، اغير برنامج. خفنا السياره، صلينا، وسالت سؤال، قلت له فيش عندنا جايين في المنطقه هون؟ قال لي تعرف في هون خوري اسمه ابونا جورج، في عندهم في مرسل الحمام بعتقد. نعم صحيح. قلت له خذني هناك. ما عندناش ميعاد معه ولا اتصال ولا شيء. طلعنا بالسياره ورحنا عند الخوري. احنا لما دخلنا طلع ابونا جورج من الكنيسه وفاتح ايديه وبقول اهلا اهلا بالمرسل، اهلا اهلا اللي ربنا بعث لنا اياه، يعني كلام بيحكي. طبعا انا كنت بستناك. نعم كنت بستناك. نعم هذا الكلام اللي حكيته انت، انا بستناك. طب انا نزلت مسك هيك انقد في ايدي ونزلنا الدنيا ثلج، بدناش نزحط ونتكسر انا وياه، فنازلين مع بعض رحنا على المكتب وقعدنا. شو بحكي لي؟ بقول لي احنا كنا لسه نصلي لانه ما فيش عندنا سولر للهيت، فيش ما راح يعني برد الدنيا. كنا نصلي نطلب من الرب انه الرب يرسل لنا اشخاص او شخص حتى يسدد هذا الاحتياج. مسك دمعتي انا لانه هون هو اعتمد على مين؟ يعني ممكن ابونا جورج يتصل تليفون الو فلان ابعت لي خزان سولر. نعم. يعني هذا بيكون اتكاله على البشر. ولكن هو اتكل مين على اول؟ اتكل على الله. دخل الكنيسه وصلى وطلب من ربه انه يا رب نحن بحاجه. والرب عطى البرنامج وارسلني لعنده حتى تسدد هذا الاحتياج. امين. هون عمليه ايش؟ الاتكال على البشر. يعني ربنا لما انت بتقول يا ربنا انا متكل عليك، ربنا متكل علي انه هو يرسلني حتى اسدد الاحتياج. فعشان مهم جدا ان نكون دائما في شركه متصله. انا كسبت بركه. دائما عشان نحكي انه بتوكل على الله، دائما يعتبر كل شخص بيقابله اللي هي هو انه مش صدفه، لا هو ترتيب الهي، دائما ترتيب الهي. ما في صدفه عند الرب، اكيد اكيد. نعم. ما في صدفه. دائما احنا بنقول انه عند ربنا ما في صدف. نعم ما في صدف، وانما هو ترتيب الهي. يعني تسلم. نعم. قسيسنا شهاده بنعتز فيها بمعرفتك. نشكرك يا دكتور على الكلام اللي حكيته ومشاركتك كمان على الشهاده، كيف تعرفت على ابونا جورج. شرائحة احيانا نعم نقوم باعمال نستغرب من حالنا انه انا ليش هون رحت، ليش جيت هون، طب ما احنا كان المفروض اروح هناك. فبتلاقي انه في كان هدف او رسالة بتطلع بتقول هذا صدفة هيك صارت انه التقين وكذا، بس هي مش صدفة. دائما اعتبر كل شخص بقابله او كل عمل بقوم فيه من غير ما انا
أو مخطط لإشي تاني تغير، هو ترتيب إلهي وبيكون من وراء رسالة. أمين أمين أمين. أبونا إحنا لو نخفت دائما نخفت الصوت الأصوات الخارجية ونخلي صوت ربنا هو اللي يشتغل فينا فعلا. أنا بشكركم جدا على استضافتي، وبشكر أبونا جورج، وبشكرك أختي، وبشكر المشاهدين، وبشكر نور ساد، وهذه فرصة أن أكون معكم، وشكرا لكم. فرصة الأولى ولكن ليست الأخيرة. إن شاء الله لقدام يا دكتور القسيس نتحدث، وأيضا شاركنا بشهاداتك وخبرتك ومحبتك، وأيضا كمان ببعضاتك وكلماتك الروحية اللي بتشجع كمان، وبتعطي هيك كلمة روحية للناس على أساس إنه يستفيدوا منها. آمين آمين. شكرا لكم، شكرا لك، في أمان ربنا. آمين حبيبي، بالسلام يا حبيبي. طبعا إحنا الوقت داهمنا، واللي كان عم يطلب منا على موضوع الاعتبارات، أنا طبعا بشكر كل الأشخاص اللي متواجدين معنا على البث وعلى الفيسبوك، واللي بيشاركونا بخبراتهم وبمحبتهم. بحكي للأخت سيسيل حجازين الراهبة، شكرا لإلك، نعم الاتكال على العناية الإلهية والثقة التامة بالرب وكرمه وعطاياه. وأيضا وجدان دبابنة، شكرا على كلمتك ومداخلتك. وأيضا مارلين الحدوة من الأراضي المقدسة، وجزائري من إخواننا يضع كيف مريم البتول والدة الإله في الكتاب المقدس في القرآن الكريم. وشكرا لكم. نحن حكينا عن الاعتبارات وكيف أعتبر، كيف أتوكل على الله من خلال الاعتبارات اللي حكيناها، وذكرنا نعتبر كل شخص نقابله هو ترتيب إلهي، نعتبر كل مشكلة إلها دور في خلاصك، تعتبر إنه كل وقت فاضي دعوة للحوار مع الله، نعتبر كل فشل، كل هزيمة درس هام في التواضع والحكمة، نعتبر كل خطيئة فرصة للتمتع بحضن الله، نعتبر كل خدمة هو استثمار سماوي. كثير في ناس بتستثمر، بتحط مصاري بالبنوك وبتستثمر بالأسهم بالعقارات وكل آخر، نعتبر إنه كل خدمة بتقدمها لإنسان محتاج هو استثمار سماوي ورصيد بالسماء. اعتبر كل محنة أو كارثة أو وجع أو ألم، فقدان، وفاة، حادث، اللي هي أحيانا مثل يوسف زدتوا أخوته بالبير، وكان يقول إنه مع كل مرارة والحدث قال إنه لازم يكون في هذه الحدث هذا في فرصة نجاة ونهاية. نعم نعم. طبعا مثل يوسف أنتوا عارفينه شو، بالنهاية صار مخلص شعبه. تعتبر كل عظة بالكنيسة بتروح بتحضرها رسالة لإلك، موجهة خصوصي لإلك. أحيانا بتقول إنه اليوم كانت الوعظة كأنها أبونا عم يحكي عني، فتعتبر كل وعظة هي رسالة موجهة لإلك، إنه أنت المعني بهذه الرسالة. اعتبر كل قداس خروج من الأرض إلى السماء. كتير في ناس تحب كتير تروح تصلي، ليش؟ بتقول لك أنا بكون بالسماء. في كان خوري طفل بحكي أبونا أنت إمتى راجع للسماء؟ ولا بقول له أنا بس أكبر وأمرض وكذا والأخير بروح على السماء. بقول له لا، أنت مش كل أحد بتروح على السماء وبترجع. يعني أنت إنه بفكر إنه اللي بروح بيقدس القداس إنه هو بروح على السماء وبيعود بيجي، يعني بطلع على السماء الصبح أو برجع للسماء المساء، وبيجي الصبح بيقدس القداس، فبيعتبر إنه القداس هو رحلة من الأرض إلى السماء. واعتبر كل يوم هدية محبة من عند الله. طيب في ملايين من الأشخاص ما بكونوش مستمتعين باليوم، بفيقوا ما في يوم، راح اليوم. وكتير في ناس تتمنى يوم واحد ترجع للحياة على أساس أنها تصلح حالها، تصلح صحتها، ترجع للحياة، لكن نعتبر أنه كل يوم هدية من الله. لما بفتح عينيك أشكر ربنا على هذا اليوم اللي أهداك يا ربنا، لأنه هو قادر أنه ما يعطيك وتضلك أنت مش مفتح عينيك. فاعتبر كل يوم هدية. فهذه الاعتبارات اللي حابب أنه يحتفظ فيها، أنا أعمل فيها وبحاول، يعني هني 10 اعتبارات
اني اعمل فيها واشتغل، احيانا بفلت واحدة من الاعتبارات او تنتين الى اخره، وبنرجع تاني مرة، برجع بعيد الاعتبارات مرة تانية. هذا هو التدريب على الاتكال على الله. اذا بتعرف انت تقوم بهذا الشيء هو معناه اتكالية او التوكل على الله، فانت تسير على درب القداسة. نعم نعم، وتعيش السلام في داخلك. آمين. طبعا الشباب بيقولوا لي انه ضل دقيقتين ابونا، ان شاء الله دقيقة هو بس، طيب. انه بيعطونا لبنان دقيقتين انه نحكي ابونا اخر كلمة انت تقولها، لانه اليوم شكلي انا حكيت اكثر منك. لا بالعكس، تشاركنا مع بعضنا حلقة جميلة، يعطيك العافية دكتورة. بس بالختام هي درب القداسة. نعم. اللي كل واحد بيحصل جزء بسيط منها في هاي المسيرة الطويلة نحو الملكوت، عند ابي منازل كثيرة بيحكي يسوع. بمعنى كمان أنا بحس إنه كنا بنتقرب من يسوع كل ما بتزيد إيماننا، خبرتنا، توكلنا على الله، ونصير نحب إحنا كمان نكون مشيئة ربنا في حياتنا، يعني يكون نحن كمان أشخاص مستخدمين بإيد الرب يسوع المسيح. آمين. آمين يا رب. أنا بشكر كل الأشخاص اللي كانوا على البث من لبنان والأردن بمحبة، بقولهم يعطيكم العافية، لأنه لولاكم أيضا ما صارت الحلقة. فبشكر فريق لبنان نورسات، وفريق الأردن نورسات الأردن، وأيضا بشكر كل الأشخاص اللي كانوا على البث المباشر على التلفزيون أو على صفحة فيسبوك. الحلقة طبعا مثل ما أنتوا بتعرفوا كل أسبوع إحنا بنتركها على الصفحة للي بيحب يشوفها مرة تانية، وكتير جميل إنه في وقت الفراغ أو الفرصة اللي حكينا عنها هو حوار مع الله، إنه ترجعوا إن كان بالسيارة وإن كان بتنتظروا لشيء أو بالبيت، ترجعوا تفتحوا الحلقة وتسمعوها مرة تانية، لأن عهلها أنها تكون أيضا خلاص لنفوسكم وراحة لقلوبكم. فبتمنى لكم نهار مبارك، وبقول لكم صباحكم نور، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل. أنا وأبونا جورج شرايحة منصبح ومنودعكم لهذا اليوم، تقضوا متكلين على الله وموفقين بحياتكم، وإلى اللقاء.